شارك في الملتقى الأول للصورة الفوتوغرافية. أتيت من ولاية أم البواقي وفي رصيدي 103 مشاركات. على كل حال أنا غني عن التعريف، كل المصورين الجزائريين يعرفوني ويعرفوا الأعمال تاعي، والحمد لله اليوم جينا نشرفوا هذا الملتقى بعنبة. معنا زملاء وشباب وكل ما يلزم. أكلمكم على نفسي، عمراوي والصورة حكاية قديمة. منذ 1968 وأنا أمارس الصورة الفوتوغرافية، ولكن ماهوش بصورة بطريقة احترافية، كعصامي كمبتدئ. عندي مشوار مع الصورة الفوتوغرافية، مشوار قديم ولكن في التراث. أنا خدمت بزاف الصورة تاع التراث، التراث الجزائري، لأن هذا الأمر هذا عن طريق الزوال. اليوم على مودرنيزاسيون لا موندياليزاسيون دخلنا في واحد لا ديناميك جديدة، لأن التراث راح تمسح. أنا بغيت نحافظ على التراث ونخلي بصمة، بصمتي في التراث الجزائري. في كثير من الأحيان تلقاو في الصور تاعي تلقاو الشيخوخة والعجوز، الآلات القديمة، التقاليد، في المأكولات، في اللباس، في المعيشة، في كل شيء. أنا نسافر بزاف على كل حال، ونمشي للصحراء بزاف، ونشوف نعيش مع الوضع الحالي مع الناس الكبار، لأن هذه الأمور هذه قاعدة تزول تمشي. أنا بغيت نأرخها. عمراوي والصورة كاين علاقة كبيرة مع الفرس، الفرس والفارس والفرسان، هذو كل أصالة جزائرية، والأصالة الجزائرية هذه كانت عن طريق الزوال وعن طريق الانقراض، والحمد لله اليوم رجعت في الجزائر بقوة. الناس عاد تهتم كثير بالفرس وبالفرسان وبالفانتازيا والأمور، هذه الأمور أنا ما يخليونيش مكفوف الأيد، نجري نجري من ولاية لولاية باش نحوس عليهم، باش نصورهم، باش نرخهم. ولكن كاين ثاني جو في الفانتازيا، كاين جو ما تلقاه في حتى بلاصه، ولا في امريكا ولا في روسيا، ولا تلقاه الا في الجزائر، في المغرب العربي تلقاه. هو حفل، هو سباق وحفل بنفس الوقت. تلقى عرس، عرس الفارس وعرس الفرس وعرس الطعام والبربوشه واللحم، هذيك الريحه هذيك تذكرنا بجدودنا بالاصاله تاعنا. هذاك هو الشيء اللي بغيت نعتو للشعب. المشوار تاعي كما كل مصور، أحلام مصور أني ألف كتاب. وأنا الحمد لله ألف كتاب وحدي، وألف كتاب مع 4 مصورين. كان حلم ولكن تحقق، فضل ربي والرجال والعمل. درت كتاب في 2015 في مناسبة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، درت كتاب على مدينة قسنطينة، جسورها والمدينة وثقافتها ولباسها وكل ما يلزم. الكتاب هذا كان عنده صدى كبيرة وخلص، مبقاش يتباع، ولكن كانت تجربة مليحة. 3 سنوات عمل يوم بعد يوم في قسنطينة، يعني حاجة شاقة ولكن مدت نتيجة، مدت نتيجة جميلة جد جميلة. وأنا فخور بهذا الكتاب هذا، وخليته للأجيال، لأن قسنطينة مدينة عريقة ومدينة عندها أصالة، ولكن مدينة قديمة وبدأت تتهش. كاين بعض الأماكن صورتهم اليوم راهم تقريبا راحوا رابوا، دونك لازمنا نرخوا تاريخ المدينة هذه. وللأسف مدن جزائرية قاعدين يشدوا ويتكسروا ويريبوا، وما كانش اللي يأرخهم. نطلب من الشباب كل واحد يأرخ المدينة اللي عايش فيها أو القرية أو كذا. هذا الشيء نخليوه لولادنا، خليوه اون ريفيرونس، اون ريفيرونس ماهيش فيرتوال، اون ريفيرونس ريال تبقى للجيل القديمه. كل حال مشاركتي في الخارج ما كانوا قلال.
شاركت مره في جنوب افريقيا بالاعمال نتاعي، انا كل حاجه سنين ما رحتش، الاعمال تاعي الوزاره سيليكسيوناتهم وجمعيه فوكوس من بجايا سيليكسيوناو وداو الاعمال تاعي وشاركوا بها في جنوب افريقيا في دوربان في الاسبوع الثقافي الجزائري. كانوا اعمال جزائريه على تاريخ الجزائر، على الفرس الجزائري، على التراث الجزائريه. عندي ثاني شاركت في امريكا عبر انسان زميلي راح دار ستاج في امريكا، طلبوا منه قالوا له جيب لنا صور تاع بلادك. جاء اتصل بيا واعطيته صور جميله وشارك بهم عرض الجزائر في 4 جامعات امريكيه، وجاب لي اتيستاسيون شهاده مشاركه في 4 جامعات امريكيه. وانا هذا فخور به لان ما رحتش ولكن الاعمال تاعي راحوا. تسمى نعت للعالم الجزائر وجمال الجزائر، انا فخور به. المستقبل، انا باغي ندير كتاب واحد اخر على الفروسيه في الجزائر، ولكن اليوم عندي الماده موجوده، كل شيء موجود عندي، ولكن خصتني حاجه، خصني مؤلف، خصني ان فينونسمون باسكو انا ما نقدرش فينونسي ان ليفر. اتصلت بالوزاره، الوزاره قلت للاسف اموال ما كانش باش ندير شي حاجه. انا خفت هذا الكتاب هذا ما يتجسدش، لان حاجه كي تبقى عندك فيرتوال في الميكرو سي دونجور، قادر حاجه ان بيتي اكسيدون ان فيروس حاجه يروح كل شيء. دونك لو ستوكاج دي زيماج اي ان بروبليم. تو فوتوغراف على بالو باللي لا فاز لا بلو ديليكات سي لو ستوكاج دو ليماج. دونك انا خايف عليهم يروحوا لي، وحبيت نجسدهم والى الاسف لغالب. ميساج حبيت نديرو للشباب، الشباب هذا الناض اللي دخل في صوره فوتوغرافيا بحماس وكذا، انا نشوف فيهم قاعدين عندهم واحد المقاييس في بعض الاحيان غالطه. يجي يقول لك شكون انت؟ واش من اباراي عندك؟ لا، شكون انت؟ نعت لي اعمالك، ما تقوليش واش من اباراي عندك. انا ما تقوليش انا عظمه لاباراي ولا كذا، نعت لي عظمه خدمتك. ثانيتها لازم تبداو من البدايه، ما تجيوش من الصومي وتجيو هابطين، لا ما تصلحش، ابداو من البدايه. كاين بعض من الناس يدير الصوره ويدير كذا، كي تقول له انت واش من بارامات درت واش كذا واش كذا، يقول لك انا درت بالاوتوماتيك. اذا ماكش اللي صورت انت، قرصت برك. باش تصور وتقول يعني صوره في المستوى لازم تخدم بالمود مانيوال. المود مانيوال هذا لازم تقرا عليه، موش تشري اله وتقرص وتقرص وتقول يعني ندير الصوره، لا، لازم تكون حافظ القواعد نتاع الصوره. ما في الكادراج ولا في لي تكنيك، في كل شيء. دونك انا ننصح الشباب يبداو تدريجيا، الدرجه الاولى والثانيه والثالثه ويطراو. هذا هو النصيحه اللي باغي نمدها للولاد. اخر مطاف يعني حبيت نشكر دار الثقافة تاع النبا ونشكر مسؤولين الثقافة عبر الجزائر، لأن لو موش ثقافة في الجزائر وكذا ما نوصلوش لهذه الدرجة. يعني الله يبارك، يعني راهي نخبة من الشباب الجزائري راهو في مستوى عالي عالي عالي، فضل المجهودات لمديرين الثقافة وديار الثقافة وكل ما يلزم، وفضل الناس الكبار اللي عاونوا وانكادروا هذو الأولاد. الحمد لله رحنا وصلنا لواحد المستوى لاباس به، ولكن كاين ان بروبليم، كاين بروبليم دو لا فورماسيون. لا فورماسيون اليوم اصبح مشكل، وصلنا لواحد النيفو ما قدرناش نزيدوا فوق النيفو هذاك. علاه؟ باسكو ما عندناش دي فورماسيون على ليترونجي، ما عندناش كذا، يجيونا اساتذه من الخارج ما عندناش. نبقاو حنا في حنا ولكن غير كافي. حنا بغينا نجيبوا ان سون نوفو، نجيبوا حاجه جديده باش نخرجوا من هذا المستوى هذاك. خطر لنا ان بالي حبسنا فيه، لازمنا نطلعوا. وباش نطلعوا لازم امكانيات، لازم رجال، لازم ان شاء الله في المستقبل
مسؤولين يفكروا في الأمور هذه، ويكونوا ورشات على مستوى دولي، ويكونوا أساتذة يجيونا من الخارج باش نطلعوا المستوى، خاطر حنا قاعدين نشوفوا على المستوى العالمي حنا بعاد من المستوى العالمي والعربي. المستوى العربي حنا بعاد بزاف، ولكن الحمد لله كاينه اون بريز دو كونسيونس، كاين بريز دو كونسيونس سي ديجا بيان.